لو محتارة على الغدا وما عندكيش غير صدر فرخة بس اللي في التلاجة، تعالي شوفي الفيديو ده وانتي هتتغدي النهاردة احلى غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في قناة لمسة أمل. هنعمل مع بعض الغدا النهاردة بطريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة جدا جدا، بس الطعم رهيب. هنعمل صدور الفراخ بالبشاميل بطريقة حلوة جدا ومش هتاخد مننا وقت خالص. احنا معانا هنا صدر فرخة وكمان بطاطسايه زي ما انتوا شايفين معايا كده. واول حاجه هنبدا نقطع البطاطسايه بتاعتنا مكعبات، والمكعبات بتاعتنا تكون صغيره بالحجم ده. تمام، هناخدها دلوقتي بقى ونقليها. هنقلي البطاطس بتاعتنا، وبعد البطاطس بتاعتنا ما اتقلت كده، يلا بينا بقى نكمل بقيه خطوات الاكله بتاعتنا. هنقطع مع بعض الصدور بتاعتنا شرايح طويله بالشكل ده كده، بالشكل ده كده حبايب قلبي قطعنا الصدور بتاعتنا. يلا بينا بقى على البوتاجاز، ومعايا هنا على النار 3 معالق من الزيت سخنين جدا جدا. هبدا انزل عليهم بصدور الفراخ المتقطعه بتاعتنا، وهنفضل نقلب في الفراخ بتاعتنا كده. النار بتاعتنا تكون عاليه علشان الفراخ ما تنزلش مننا اي سوائل. البهارات بتاعتنا بسيطه جدا، نص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من البهار المشكل، ومعلقه كده من الملح. واول ما هتاخد معايا اللون الدهب الفاتح ده هشيلها من على النار على طول، هفضيها هنا كده معايا في طبق. وفي نفس الطاسه اللي سوينا فيها الفراخ هنحط مكعبين من الزبده، وهنزل عليهم ببصلايه مفرومه كده. واول ما البصله بتاعتنا تاخد اللون الذهبي ده هنزل عليها بص من الثوم، ويا دوب بس كده ريحه الثوم تطلع. هنزل بمعلقه ونص من الدقيق وهقلبه كويس قوي، هقلبه كده دقيقه واحده على النار مع البصل والثوم، وبعدين انزل عليه بكوبايه من الحليب وكوبايه من الشوربه، وهفضل اقلب كويس كده لحد ما القوام بتاعهم يبدا يتقل معايا ونكمل مع بعض. صوص البشاميل اللي بدا يغلي معانا هو بدا يتقل دلوقتي في المرحله دي، ده اختياري. معلقه من الصلصه ممكن تحطيها وممكن لا، انا هحطها تديني طعم ولون حلوين جدا. وهقلبها كويس، وهبدا انزل بالفراخ بتاعتنا، ودي قطع البطاطس اللي قلناها مع بعض هنزل بها هي كمان، وهقلب كل ده كويس مع بعضه. نظبط بقى الملح بتاعنا، انا محتاجه رشه صغيره بس كده من الملح. هسيب الفراخ مع البشاميل مع قطع البطاطس تغلي دقيقتين اتنين على النار ونطفي على طول. انا كده خلاص طفيت على الفراخ بتاعتي. بصوا قوام الصوص بتاعنا، شايفين؟ انا حابه يكون بالقوام ده. يلا بينا بقى نقدم الطبق بتاعنا. ومن صدر فرخة عملنا الغدا التحفة ده بمنتهى السهولة زي ما شفتوا معايا في الفيديو. قدمته مع الرز الأبيض، وليك حرية الاختيار تقدميه جنب أي حاجة، رز أبيض، رز بالخضار، رز حبة وحبة، رز بالشعرية، مكرونة، رز بسمتي، كله هيمشي جنب الوصفة التحفة بتاعتنا دي. اتمنى الوصفة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم واداتكم فكرة جديدة وتغيير لينا ولولادنا. ومن دلوقتي للفيديو الجاي بتمنى لكم السعادة وراحة القلب وراحة البال، واشوفكم في فيديو جديد، وبحبكم في الله.